أكثر من 40 قتيلا وعشرات الجرحى في 3 تفجيرات شرق ليبيا، وداعش يعلن مسؤوليته عن التفجيرات. بدء رحلات إعادة المصريين الراغبين في العودة من ليبيا عن طريق مطار جربة التونسي، وعودة نحو 2000 مصري من منفذ السلو. الأمم المتحدة تعلن عزمها نشر أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، وتطالب بإحالتهم للجنائية الدولية. الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة في غرينتش، موعد فترة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، نحييكم في مسهلها. والبداية من ليبيا مع زميلة ليلى عمر، إليك. شكرا لك أشرف. أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات الثلاثة التي وقعت في شرق ليبيا وأسفرت عن مقتل 45 شخصا وإصابة 70 آخر. كانت 3 تفجيرات بسيارات مفخخة هزت في وقت متزامن مواقع حيوية في مدينة القبة، واستهدفت التفجيرات مديرية أمن مدينة القبة غرب درنة ومحطة توزيع الوقود، إضافة إلى منزل رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا عقيلة صالح عيسى. من جانبه نعى رئيس البرلمان ضحايا الانفجار وأعلن الحداد لمدة 7 أيام. يأتي هذا بينما شن الجيش الليبي عدة غارات على مواقع لداعش في مدينة سرت. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الرائد محمد حجازي المتحدث باسم الجيش الليبي. رائد محمد، بداية، يعني كيف تابعت التفجيرات التي هزت الشرق الليبي اليوم وأسفرت عن عدد كبير من القتلى والمصابين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، تحية للأمنية العظيمة، تحية للنصرة الأمنية العظيمة للجيش البدر. الحقيقة هذه الهزيمات الغادرة في ساعات الصباح الأولى اليوم، يعني هذه الاجتماعات نتيجة 3 سيارات مفخخة استهدفت محطة الوقود التي كانت مكتظة بالحقيقة بالمواطنين، لأن هناك أزمة وقود يعني في ليبيا. فاستغلت هذه الجماعات هذا التجمع أو الازدحام، وقامت بعملها الغادر الجمال، لأن هذه الجماعات الآن ما يدل على أن هذه سواء محطة الوقود أو درية الأمن هي بجانب قريبة من هذه لمحطة الوقود، وأيضا منزل المستشار عقيل الصالح رئيس مجلس النواب الذي هو أيضا بجانب مصادفة، يعني بجانب مديرية الأمن. أصفر هذا الانفجار حتى الآن، يعني قدرنا، لأن هذه المدينة ينقطع عنها الاتصال لمدة شهر كامل، إلى حد الآن شهر كامل. نعم، قطعوا عنها الاتصال من جميع وسائله، لكن مصادرنا فاق 40 قتيل، وعدد الجرحى لا زلنا لم نقبل، يعني كان عدد كبير جدا. بالتالي هذا يدل على ان هذه الجماعات، نعم سيادة الرائد، هل يعني كلهم من الليبيين ام ان هناك جنسيات اخرى؟ لان بعض وكالات الانباء تحدثت عن جنسيات اخرى ربما من بينهم مصريين ضمن ضحايا هذه التفجيرات. لدينا، انا الان متجه الى موقع، خرجنا من مكان معين ومتجهين الى 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 موقع الانفجار، فنحصي هذه الاعداد بعون الله. نعم، لدينا معلومات ان هناك من الاخوه المصريين احسبهم شهداء واجد في هذه بهذا الانفجار او هذا العمل وهذا الجبان الذي ينم على هذه الجماعات، يعني بعض ضربات سلاح الجو الليبي المصري، الليبيه المصريه التي قصمت ظهور هذه الجماعات، يعني وشلت تراثها، يعني تدل على ان هذه الجماعات هذا هي انفاسها الاخيره، يعني اساليب المهزومين، اساليب يعني اساليب المهزومين الذين يلفظون انفاسهم الاخيره، لم يعد لديهم الا السلطات المفخخه والانتحاريين، يعني لا يستطيعون المواجهه، رغم ان مدينه القبه لا تبعد الا 30 كيلو متر عن مدينه ارمن. نعم، شكرا جزيلا لك الرائد محمد حجازي المتحدث باسم الجيش الليبي، ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر.
هذا وقد أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن شكبها بشدة للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة القبة شرق البلاد. وقالت البعثة الأممية إن الرد الأنسب لمكافحة الإرهاب والعنف هو أن يمضي الليبيون قدما في السعي لحل سياسي بهدف إنهاء الصراع وإعادة الاستقرار والوحدة للبلاد ومؤسسات الدولة. كما أعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية بدر عبد العاطي عن إدانة مصر البالغة وبأشد وأقسى العبارات لسلسلة الانفجارات بشرقي ليبيا. وتقدم المتحدث بتعازي مصر الحارة حكومة وشعبا للحكومة الشرعية في ليبيا وللشعب الليبي الشقيق ولأسر الضحايا. وجدد عبد العاطي دعم مصر للحكومة الشرعية في ليبيا في مواجهة الإرهاب وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء الوضع الخطير في ليبيا الذي بات يهدد السلم والأمن الدوليين. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته تجاه ليبيا وأن يقوم بتوفير كافة الوسائل والإمكانيات لتمكين الحكومة الليبية من أداء مهامها ومحاربة التنظيمات الإرهابية. وشدد شكري على أن ذلك لا يتعارض على الإطلاق مع دعم جهود المبعوث الأممي في دفع الحوار الوطنية. جاءت تصريحات شكري خلال اجتماع رباعي في واشنطن مع نظيره الأمريكي جون كيري وسكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، بالإضافة إلى فريدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي. وقد أكد اللقاء أهمية وضع خطة واستراتيجية محدودة للتعامل مع الوضع في ليبيا، بما في ذلك إمكانية استخدام قوات لإنقاذ السلام هناك. أعلن مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة أن أعداد المصريين القادمين من الجانب الليبي عبر منفذ السلوم البري على الحدود الغربية وصل إلى 1974 مصريا. يأتي هذا بينما انطلقت رحلة إعادة المصريين الراغبين في العودة من ليبيا اليوم من مطار جربة موسية. في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وتزايد المخاطر المحيطة بالمصريين العاملين هناك، كان حتما على السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لترحيل المصريين إلى وطنهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. وفي هذا الإطار أعلنت شركة مصر للطيران انتهاء الاستعدادات الكاملة لتنظيم جسر جوي لإجلاء المصريين المتواجدين في ليبيا عبر المطارات التونسية، وذلك في ظل توقف الرحلات إلى المطارات الليبية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وتشير التقديرات غير الرسمية إلى وجود مئات الآلاف من المصريين العاملين حاليا في ليبيا. وستعمل شركة مصر للطيران على توفير أكبر قدر من الطائرات خاصة ذات الطرازات العريضة التي تستوعب أعدادا أكبر من الركاب، وكذلك توفير طاقم قنصلي لمتابعة المصريين على الحدود التونسية، ومن هناك سيتم نقل المصريين العالقين جوا عبر مطاري جربة وقابس التونسيين. الآن توقعات يعني لسه إن شاء الله حسب توقعات من مصر ما خدناش مجمل الأعداد بالضبط، هيبقى يعني الطيارات هتبقى يوم بيوم على حسب الأعداد الموجودة على المعابر في جسر رأس جدير لسه. كلها هتبقى إن شاء الله من مطار رأس جدير. معنا زملاء من السفارة المصرية وزملاء الخارجية المصرية بيتابعوا على الحدود وبيتابعوا معنا في المطار وبيدونا الأعداد أول بأول على طول. السلطات الليبية في مصر من جانبها بدأت في اتخاذ إجراءات ترحيل المصريين العالقين وتقديم المساعدات لهم لنقلهم إلى معبر السلوم على الحدود بين مصر وليبيا أو معبر رأس جدير على الحدود التونسية الليبية. وتأتي هذه التحركات بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الطيران المدني والخارجية وكافة السلطات المعنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على العاملين والرعاية المصريين في الخارج خصوصا في ليبيا. مزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن طيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران. كابتن سامح مرحبا بك، وفي البداية يعني ما هي آلية إرجاع المصريين عبر خطوط الطيران من ليبيا؟ خير يا فندم على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام. أهلا بك. الحقيقة احنا ابتدينا أول رحلة النهاردة إن شاء الله لنقل كل المجموعة العالقة على الحدود مع ليبيا. الطيارة واقفة على الأرض دلوقتي، جميع الركاب موجودين في المطار ما عدا 7 ركاب هيوصلوا المطار في خلال 10 دقائق من دلوقتي. كل الإجراءات من ناحية مصر الطيران تمت
الطيارة موجودة على الأرض، كل التسهيلات موجودة سواء في مطار القاهرة عند عودتكم أو في مطار تونس بالطعم الموجود هناك. إن شاء الله نتوقع الطيارة تطلع في خلال ساعة وخمس دقائق من دلوقتي، نتوقع إن شاء الله وصولها لمطار القاهرة في الساعة 12:15 بالليل إن شاء الله. طيب يعني كابتن سامح، يعني هل هذا ضمن جسر جوي كما سمعنا بالأمس من القاهرة جربة جربة القاهرة، أم أنها طائرات عابرة يعني لها توقيت محدد؟ والله كل ده تنسيق بيتم مع الخارجية وفقا لأعداد المصريين اللي هناك ووفقا لإجراءات التأمين اللي بتتم للمصريين خوفا طبعا على حياتهم. إنما إحنا مجرد ما الخارجية بيبلغنا إن في ركاب موجودين حتى لو كانت أعداد قليلة أو أعداد كبيرة، إحنا موفرين كل الطيارات وكل الأساليب اللازمة لنقلهم بشكل فوري. طب يعني إذا أردنا أن ننصح المصريين العالقين في ليبيا بالتوجه إلى أي مكان، يعني ما نعرفه أن الأماكن الآمنة الآن هي على الحدود المصرية الليبية التونسية وفي الأماكن الشرقية في بني غازي التي يسيطر عليها الجيش الليبي، هل تلك هي الأماكن التي يمكن أن ينقلوا منها أم أنها فقط عبر منفذ جربة؟ الحقيقة النصيحة الوحيدة اللي نقدمها لهم هناك التنسيق الكامل مع سفارتنا الموجودة هناك مع أعضاء السفارة الموجودين بليبيا، لأن هم المطلعين على الحالة الأمنية هناك، هم المطلعين على التنسيق ما بين المنافذ الحدودية لأي دولة والسلطات المصرية. فأكيد النصيحة الوحيدة اللي يقدمها لها هي وزارة الخارجية، هي المسؤولة بالكامل عن عملية أو خلية الأزمة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. نعم، الكابتن طيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، شكرا جزيلا لك. أدانت قمة مكافحة الإرهاب في واشنطن الهجمة الإرهابية الأخيرة التي وقعت في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية. وأكد المشاركون في القمة التزامهم بإحراز تقدم ملموس إزاء تنفيذ الأجندة الشاملة لمحاربة الإرهاب. أكثر من 60 دولة اتفقت في ختام قمة البيت الأبيض على أجندة شاملة لمحاربة الإرهاب دون ربطه بدين معين أو جنسية أو جماعة عرقية. وزير الخارجية سامح شكري أكد في كلمته أمام القمة أن مصر ستدافع عن نفسها وعن المنطقة بأكملها ضد خطر الإرهاب، مشيرا إلى ثقته في وعي الشعب المصري وتكاتفه ضد الأعمال الإرهابية. مصر في مرحلة انتقالية وعمل دؤوب لتحقيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، ونحن نتطلع إلى استمرار تعزيز علاقاتنا الثنائية مع واشنطن. وزير الخارجية الأمريكية جون كيري دعا إلى مزيد من التعاون بين الدول لمنع انتشار الأيديولوجيات العنيفة، مؤكدا في الوقت نفسه تعاطف الشعب الأمريكي ورفضه للحادث البشع الذي أقدم عليه تنظيم داعش بحق 21 مصريا في ليبيا. طالما كانت مصر شريكا هاما ورائدا في المنطقة ونحن ننسق سويا في الوقت الذي تمضي فيه لإجراء الانتخابات البرلمانية رغم التحديات التي تواجهها تحقيقا للديمقراطية. الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي والذي عقد لقاء ثنائيا مع كيري على هامش القمة أكد على ضرورة عدم اعتماد الحل العسكري وحده لمكافحة المتطرفين. ليست منطقة الشرق الأوسط أو العالم العربي فقط، ولكن العالم أجمع يعاني خطر هذه الجماعات المتطرفة، ولذا علينا العمل سويا. وبحسب مراقبين فإن النتيجة الملموسة الوحيدة للقمة تتمثل في تعهد واشنطن بتقاسم المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها بشأن المجندين للقتال والقيام بأعمال إرهابية. كشفت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستعلن الأحد المقبل الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية في مختلف المحافظات. وأشارت اللجنة إلى أن فترة تقديم الطعون على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح ستكون لمدة 3 أيام اعتبارا من الأحد وحتى الثلاثاء. كانت اللجنة قررت مد أجل استكمال تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب على مدار اليوم وغدا لأكثر من 500 شخص ممن تقدموا بأوراقهم دون تسليم التقارير الطبية الخاصة بهم من وزارة الصحة.
ومع إغلاق اللجنة العليا للانتخابات باب الترشح، يبدأ العد التنازلي للانتخابات التشريعية المقرر بدء أولى مراحل التصويت بها في شهر مارس المقبل. وقد تقدم آلاف المرشحين بأوراقهم لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية فضلا عن بعض الكيانات السياسية على نظام القائمة. مع إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة وإعلان كشوف المرشحين الأحد المقبل، تكون اللجنة العليا للانتخابات قد أطلقت إشارة البدء لاختيار برلمان مصر القادم واستكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل التي توافق عليها الشعب المصري عقب ثورة 30 من يونيو بعد إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية. اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الخميس، وذلك بعد انتهاء المدة الزمنية التي حددتها اللجنة، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين بالنظام الفردي 5601 مرشحا محتملا، بينهم 5303 من الذكور و298 من الإناث، بينما تقدم 3 كيانات حزبية بنظام القائمة بأوراق ترشيحهم. لكن اللجنة العليا للانتخابات قد قررت مد أجل استكمال لتقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب حتى السبت لمن سبق لهم التقدم بطلبات الترشيح خلال الفترة المقررة للتقديم، حتى يتسنى لهم استكمال مستنداتهم لإتاحة الفرصة أمام المرشحين للحصول على كشوف الطبية الخاصة بهم من وزارات الصحة. لجنة فحص أوراق راغبي الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية قد بدأت اعتبارا من الخميس في فرز طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية بعد غلق باب الترشح تمهيدا لإعداد كشوف المقبولين والمستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة. ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات الأحد المقبل كشوفا بأسماء المرشحين المقبولين في النظام الفردي ونظام القوائم في كل مقر للجنة بالمحافظات. وبعد إعلان أسماء المرشحين تبدأ فترة الطعون التي حددتها اللجنة بثلاثة أيام لنظر الطعون الخاصة بالمرحلتين أمام محكمة القضاء الإدارية. هذا وتعد اللجنة أو تعد لجنة الانتخابات بكل محافظة كشفين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بنظام الفردي والآخر أسماء مرشح القوائم على أن يتضمن كشف المرشحين بنظام الفردي الحزب الذي ينتمي إليه المرشح إن وجد. وتعرض هذه الكشوف بالدائرة الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين تبدأ فترة الدعاية الانتخابية. تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المقبلة يومي 21 و 22 من مارس القادم للمصريين في الخارج، ويومي 22 و 23 منه داخل البلاد. كما ستجرى المرحلة الثانية يومي 25 و 26 من أبريل القادم في الخارج، ويومي 26 و 27 من الشهر نفسه داخل مصر. حددت اللجنة العليا للانتخابات يومي 31 مارس والأول من أبريل موعدا لانتخابات الإعادة للمصريين المقيمين خارج مصر على أن تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالداخل يومي 1 و2 أبريل. ويتم في الثالث من أبريل إعلان اللجنة العامة لعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة. أيضا حددت اللجنة يومي 11 و12 من مايو موعدا لنشر النتائج النهائية على مستوى الجمهورية لانتخابات مجلس النواب في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين وساعتي الانتشار، وإرسال شهادات النجاح في الانتخابات إلى المترشحين الفائزين وإرسال بيان بأسماء الفائزين لأمانة مجلس النواب. مشاهدينا، كانت هذه نظرة عامة على مراحل العملية الانتخابية منذ إغلاق باب الترشح للانتخابات وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في 12 من مايو المقبل. قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إن التوصل لاتفاق مع أديس أبابا سواء من خلال مبادرة حوض النيل أو من خلال التوصل لاتفاق حول سد النهضة سيعيد أيضا الحياة لمكتب التعاون الفني الإنترو بين دول النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا. وأضاف مغازي أن هناك 5 مشروعات للرؤية المشتركة على مستوى النيل الشرقي انتهت المبادرة من الدراسات الأولى لتصبح جاهزة للتمويل من قبل المانحين في حالة الاتفاق بين دول النيل الشرقي 3. ويشارك وزير الري في الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل في الخرطوم غدا بهدف طرح رؤية مصر لتفاهمات مشتركة بين دول الحوض جميعا دون استثناء. قيادة
الحقيقة التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة استعداده لنشر لائحة مجرمي الحرب في سوريا بالتزامن مع نشر التقرير التاسع للتحقيق. وأوضح المحققون أن نشر هذه اللائحة التي بقيت سرية قد يزيد من ردع مثل تلك الانتهاكات ويساعد في حماية السكان المعرضين لأخطار أعمال العنف. وحذر فريق التحقيق من تسارع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا رغم دعوات التهدئة ووقف إطلاق النار. كما طالب المحققون بإحالة مرتكبي جرائم الحرب للمحكمة الجنائية الدولية أو الخضوع لمحكمة دولية مختصة بجرائم الحرب في سوريا. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور قاسم درويش عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض. دكتور قاسم، كيف ترى إعراب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن استعداده لنشر لائحة خاصة بمجرمي الحرب بسوريا وذلك بالتزامن مع نشر التقرير التاسع للتحقيق؟ مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين. نحن في سوريا نعاني من حكم استبدادي منذ أكثر من 45 عام. نعم، مررنا بتجربتين. تجربة الثمانينات عندما أباد هذا النظام محافظة كاملة اسمها حماه، واعتقل أكثر من 585 ألف سوري غيبهم في السجون. اليوم حقوق الإنسان والمنظمات العالمية دونت من هم مرتكبي جرائم الحرب. مرتكبي جرائم الحرب على مدار الأربع سنوات من الثورة السورية هو النظام وفروعه الأمنية. وفي الفترة الأخيرة عندما ظهرت داعش، بالتأكيد نحن متأكدين أنها أيضا هي ارتكبت في حق السوريين جرائم بشعة. فبتصوري الأسماء السرية هي ستكون من أسماء النظام وفروعه الأمنية ومن هم على شاكلة النظام المتطرفين الإسلاميين سواء من جبهة النصرة أو من داعش أو من بعض التكفيريين الموجودين على الأراضي السورية. نعم، طب يعني وفقا للمحققين نشر هذه اللائحة والتي بقيت سرية، هل سيزيد من ردع مثل هذه الانتهاكات أم ستظل كما هي من وجهة نظر؟ هذا النظام لن يردع من أحد، والمنظمات الإرهابية لن ترد أحد. لابد من اتفاق دولي بالكامل لردع هذا النظام عن تصرفاته وردع هؤلاء المتطرفين عما يعبثون به، وإلا هم سيزيدون. واليوم كما شاهدنا في الأسبوع الماضي الذي حصل في ليبيا الأخوة المصريين، أيضا هنا جريمة بحق الإنسانية. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور قاسم درويش عضو الائتلاف الوطني السوري. ميدانيا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان فشل العملية العسكرية التي نفذتها قوات النظام السوري بهدف قطع طرق الإمداد على المعارضة المسلحة شمال مدينة حلب. وأوضح المرصد أن فصائل المعارضة تمكنت من فرض سيطرتها على مزارع ملاح وبسطت سيطرتها على مجمل المناطق التي تقدم إليها النظام في الهجوم. وأسفرت المعارك في شمال حلب عن مقتل نحو 250 شخصا في الجانبين، بينما أسرت قوات المعارضة 51 عنصرا من قوات النظام وعناصر من حزب الله اللبناني وإيران. أعلنت قوة المهام المشتركة أن قوات التحالف شنت 15 ضربة جوية على أهداف لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا خلال 24 ساعة. وأوضحت قوة المهام أن من بين تلك الضربات 5 ضربات قرب مدينة الموصل، ما أسفر عن تدمير 3 مواقع قتالية لداعش وعربة مدرعة ومبنى، مشيرة إلى أن الضربات الأخرى في العراق كانت قرب كركوك وسنجار وتل عفر. وأضافت القوة في بيان لها أن التحالف الدولي ضد داعش نفذ أيضا 5 ضربات في سوريا، منها 4 ضربات قرب مدينة عين العرب كوباني. أحبطت قوات الأمن العراقية هجوما لتنظيم داعش الإرهابي على مجمع الدوائر الحكومية في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار. كما تمكنت قوات الجيش العراقي من صد هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش الذين حاولوا استهداف منطقة سد العظيم بمحافظة ديالى شمال العراق. وأوضحت وزارة الدفاع العراقية أن قواتها بالتعاون مع أبناء العشائر وقوات الحشد الشعبي تمكنت من قتل المسلحين المهاجمين وطاردتهم بالمنطقة.
إلى الشأن اليمني، حيث أعلن مبعوث الأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر أن الأطراف السياسية اتفقت على تشكيل مجلس انتقالي لحكم البلاد والخروج بها من أزمتها السياسية. وينص الاتفاق على إبقاء مجلس النواب بالإضافة إلى تشكيل مجلس انتقالي من القطاعات غير الممثلة ومن بينهم الجنوب والمرأة والشباب. يبدو أن بارقة أمل بدأت تلوح في الأفق مع إعلان المبعوث الأممي جمال بن عمر حدوث تقدم على طريق إنجاز اتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية في اليمن. المبعوث الأممي قال إن المفاوضات الأخيرة بين أطراف الأزمة أسفرت عن توافق على شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية، بما يضمن مشاركة كل المكونات السياسية التي لم تكن ممثلة في مجلس النواب الحالي. بن عمر أوضح أنه سيتم الإبقاء على مجلس النواب بشكله الراهن، وسيتم تشكيل مجلس يسمى مجلس الشعب الانتقالي بحيث يضم المكونات غير الممثلة، كما يمنح الجنوب 50% على الأقل و30% للمرأة و20% للشباب. ويسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معا بالمجلس الوطني، وستكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسية المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية. هذا التقدم بحسب المندوب الأممي لا يعد اتفاقا، ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل، حيث إن قضايا أخرى يجب حسمها أولا، لا سيما وضع مؤسسة الرئاسة والحكومة التي لا تزال مطروحة على طاولة الحوار، فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة. لكن رغم تلك الجهود إلا أن ثمة محاولات قد تقوض النجاح المزعوم، حيث أعلنت ما تسمى باللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي المسلحة بدء إجراءات تشكيل مؤسسات الدولة وفقا لأحكام الإعلان الدستوري ووضع الشروط والمعايير وآلية اختيار أعضاء المجلس الوطني، وذلك بغض النظر عما يجري من حوارات بين القوى السياسية برعاية أممية تهدف إلى الخروج بالبلاد من أتون أزمة قد تعصف لمستقبل اليمن. مزيد من المتابعة حول الأوضاع في اليمن ينضم إلينا من صنعاء الأستاذ أبو بكر عبد الله المحلل السياسي. سيد أبو بكر مرحبا بك، وهذه التصريحات المبشرة لمندوب الأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر، هل تؤشر لبداية حلحلة تلك الأزمة؟ نعم، بداية دعنا نشير إلى أن التوافق المعلن اليوم خلاصته العودة بالعملية السياسية إلى ما قبل إصدار الحوثيين الإعلان الدستوري. معروف أن الإعلان الدستوري خلف أزمة كبيرة واعتبرته أكثر القوى السياسية. إذن هذا الإعلان أصبح من الماضي، يعني لم يعد له مكان الآن؟ لا، ليس الآن، ليس بعد، لأن ما تم إعلانه هو توافق أولي لم يتم التوقيع عليه. نعم. لكن الأهم أن التوافق على هذه الجزئية يعني في واقع الأمر تراجع الحوثيين عن إجراءات الإعلان الدستوري باعتبارهم كانوا أحد المكونات المشاركة في هذه المشاورات، ومعروف أن الحوثيين شرعوا بتنفيذ مقررات الإعلان الدستوري، وفي الوقت ذاته أيضا هذا التوافق أعاد العملية السياسية إلى مسارها الطبيعي. هنا بس فقط علينا أن نشير إلى أن ما تم التوافق عليه كان التسوية الطبيعية المقبولة من سائر أصدقاء الأزمة، فمن جانب الحوثيين لبى هذا التوافق ما تضمنه الإعلان الدستوري الذي أصدروه بشكل أحادي في وقت سابق، خصوصا وهو نص على تأليف المجلس الوطني الانتقالي من 551 عضوا تشمل البرلمان زائد 250 عضوا من القوى غير الممثلة في المجلس النيابي. وبالنسبة للفريق الآخر الذي يمثله الإخوان والنظام السابق، لبت هذه الصيغة التوافقية مطالب هذه القوى في رفض قرار الحوثيين حل البرلمان والإبقاء عليه باعتباره ممثلة شرعية. وعلى المستوى العام اللي هو المستوى الدولي، هذه الصيغة لبت شروط مرجعية العملية السياسية ممثلة بالمبادرة. طيب سيد أبو بكر، وفي عجالة شديدة قيام ما تسمى باللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي بتشكيل بعض المؤسسات الحكومية والمؤسسات السيادية، ألا ينسف هذا الإجراء ما تم الاتفاق عليه؟ دعني أولا، علينا أن نشير إلى أن هذه الجزئية هي الجزئية رقم واحد في إطار سلسلة أخرى ينبغي التوافق عليها لكي تتمكن هذه القوى من التوقيع على الاتفاق بشكل نهائي. هناك أيضا مسألة المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية، الحوثيون من دورهم
ماضون على ما يبدو في تنفيذ مقررات الإعلان الدستوري، لكنهم في ذات الوقت يؤكدون على أن التسوية هي أولا، بمعنى أن هناك ترجيح. الحوثيون ماضون في هذه الإجراءات وفي هذه الإجراءات تحسبا من فشل العملية السياسية. في حال نجحت العملية السياسية فهم يؤكدون أنها أن الغلبة أو أن الأمر سيستقيم على ما يتم التوافق عليه في هذه المشاورة. وباعتقادي أن جميع الأطراف اليوم مطلوب منهم يعني دعنا نؤسس على هذه المؤشرات الإيجابية التي تم البناء عليها اليوم. السيد أبو بكر عبد الله المحلل السياسي كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. المتواصلة وفيها ولكن بعد قليل، مقتل 25 شخصا وإصابة نائب رئيس الوزراء الصومالي ووزير النقل في تفجير انتحاري بمقديشو. ونتابع فيها أيضا استمرار موجة الطقس السيء في مصر والثلوج تكسو بعض المناطق في الدول العربية. التالية في بانوراما النيل متابعة لأبرز أنباء الاقتصاد مع زميل الأمير داود. إليك شكرا لك أشرف. شكرا ليلى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية وأبرز ما نتابع فيها. وزير التموين المصري يبحث مع رئيس البورصة طرح أسهم بعض الشركات القابضة الغذائية لزيادة حصص رأس مالها. بحث الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية زيادة حصص رأس المال لبعض الشركات من خلال طرحها في البورصة. وأكد حنفي أنه يجري حاليا تطوير الهياكل المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأشارت وزارة التموين إلى أنه تم استعراض الإجراءات القانونية والفنية لبدء وضع الخطوات التنفيذية لإنشاء البورصة السلعية لخدمة مشروع الجهاز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والمواد الغذائية في دمياط الذي سيتم طرحه ضمن مشروعات القومية في المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ. كشف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح مشروع 1 أكتوبر بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة السادس من أكتوبر بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 150 مليار جنيه في مؤتمر القمة الاقتصادية خلال شهر مارس المقبل. وشدد مدبولي على أن مشروع 1 أكتوبر يعد الأكبر بين المشروعات التي سيتم طرحها، مؤكدا أنه سيغير من وجه المشروعات الاستثمارية الحكومية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف وزير الإسكان أن المشروع الذي يقع على مساحة تصل إلى 10,000 فدان يعد مدينة عمرانية متكاملة. واصل منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقاءاته بباريس لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. واجتمع وزير الصناعة بوزير المالية الفرنسي ميشيل صابان لبحث مناخ الاستثمار وجهود الإصلاح الاقتصادي على مستوى التشريعات والقوانين لجذب المستثمرين الأجانب. كما عقد عبد النور اجتماعا موسعا بممثلي كبرى الشركات الفرنسية من أجل الترويج للمشروعات الاقتصادية العملاقة التي ستطرح في مصر خلال الفترة القادمة، خاصة خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
قالت شركة مناجم كبرى شركة التعدين في المغرب أن صافي أرباحها في العام 2014 سينخفض إلى 220 مليون درهم من 405 ملايين درهم في العام 2013 بسبب تراجع الأسعار العالمية. وأكدت الشركة أنها تأثرت بانخفاض أسعار الفضة بنحو 22% وتراجع أسعار الذهب بنحو 6% خلال عام 2014. في مدينة حلب السورية يحاول تجار الحلي وعملائهم التأقلم مع حالة الفوضى والاضطرابات التي يعيشون فيها، ومع ذلك لا يزال الطلب على الذهب مرتفعا مع استمرار المناسبات السعيدة مثل الزواج وغيره، ويضطر تجار الذهب لرفع أسعاره ليس لقلة المتوفر منه فقط ولكن أيضا لارتفاع الدولار أمام الليرة السورية. وأصبحت الحلي والمجوهرات عامة رفاهية في مثل الظروف العصيبة التي تعيشها سوريا عامة وحلب بصفة خاصة، حيث تعاني المدينة بشدة من صراع محتدم في البلاد. قال البنك المركزي اليمني إن ديون بلاده الخارجية انخفضت بنحو 28 مليون دولار في شهر ديسمبر 2014 ليصل الرصيد القائم إلى نحو 7 مليارات و258 مليون دولار. وأضاف البنك في تقرير البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2014 أن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين لليمن بمبلغ يقدر بنحو 3663 مليار دولار. وأظهرت البيانات المالية للبنك أن الدول الأعضاء في نادي باريس جاءت في المرتبة الثانية لدائن اليمن بمبلغ 1,553 مليون دولار. ختام هذه الوقفة الاقتصادية وعودة من جديد إلى الزملاء أشرف عبد العاطي وليلى عمر واستكمال البانوراما. تفضل أشرف. شكرا لك أمير، وبالعودة إلى أخبارنا وإلى التذكير بأهم العناوين. أكثر من 40 قتيلا وعشرات الجرحى في 3 تفجيرات شرق ليبيا، وداعش يعلن مسؤوليته عن التفجيرات. بدء رحلة إعادة المصريين الراغبين في العودة من ليبيا عن طريق مطار جربة التونسي، وعودة نحو 2000 مصري من منفذ السلول. الأمم المتحدة تعلن عزمها نشر أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا وتطالب بإحالتهم للجنائية الدولية. أهلا بكم من جديد. في الصومال قتل 25 شخصا على الأقل وأصيب نائب رئيس الوزراء الصومالي ووزير النقل في هجوم انتحاري استهدف فندقا قريبا من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشيو. أوضحت الشرطة أن التفجيرات ناتجة عن هجوم انتحاري بسيارة ملغمة استهدفت الفندق الذي كان يجتمع بعض الوزراء ونواب البرلمان به. من جانبها أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن هذا الهجوم. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي في مصر، ليظل الطقس شديد البرودة مصحوبا بنشاط الرياح على أغلب الأنحاء. وبدورها أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق 6 موانئ للهيئة بسبب سوء الأحوال الجوية. هذا وتجتاح عاصفة منطقة الشرق الأوسط مصحوبة بأمطار وثلوج، حيث غطت الثلوج العديد من المناطق في الأردن والقدس المحتلة ولبنان. في ظاهرة ليست معتادة في الدول العربية طرقت عاصفة تدعى جنى أبواب المنطقة. مصر كانت في مهب ريح هذه العاصفة، حيث استمرت حالة عدم الاستقرار الجوية ليظل الطقس شديد البرودة مصحوبا بنشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس. وقد أدى ذلك إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. أما في الأردن فقد كست الثلوج المرتفعات الجبلية في شمال ووسط البلاد، فيما تراكمت في بعض المناطق، ما أعاد للأذهان عواصف ثلجية قوية سابقة مثل أليكسا عام 2013 أو عاصفة فبراير عام 2003.
وعلى وقع تلك الأجواء وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الحكومة بتنفيذ مشروع للتدفئة المركزية في المدارس الحكومية في جميع أنحاء المملكة، حيث سيتم تنفيذه على مراحل. احنا استعداداتنا لا زالت آلياتنا منذ مساء الأمس تعمل على فتح الشوارع، ومعظم الشوارع الرئيسية لغاية الآن بحمد الله تم فتحها، لكن بحذر شديد. يعني احنا بننصح الإخوان كان في جليد وانجماد وانزلاق للسيارات، وهناك خطورة بالخروج للأخوة المواطنين على هذه الطرقات، لذلك احنا ننصحهم بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. لم تقتصر عاصفة الثلوج على الأردن وحدها، فالقدس أيضا تضررت جراء تلك العاصفة التي غطت البلاد بطبقة كثيفة من الثلوج، تسببت في قطع التيار الكهربائي وإغلاق الطرق، لكنها أضفت بريقا من الضوء أنار أسوار البلدة القديمة. تأتي هذه العاصفة نتيجة لاندفاع مباشر لكتلة هوائية شديدة البرودة وقطبية قادمة من سيبيريا عبر البحر الأسود وتركيا نحو المنطقة، ويرجح خبراء أن تهب عاصفة ثلجية غير اعتيادية على بعض المناطق بحيث تتساقط الثلوج الرعدية. الآن مشاهدينا إلى أهم الأخبار الرياضية في نشاطنا لهذه الساعة. محمد عبد الحكم في انتظاركم وطائفة من آخر الأنباء الرياضية، إليك محمد. شكرا ليلى، شكرا أشرف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الرياضية، أبرز ما فيها: الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة وفاق الصيف الجزائري غدا السبت في كأس السوبر الإفريقي. جمعية المكفوفين العربية في القدس لا يعمل بها إلا فاقدو البصر ويستخدمون أدوات مجهزة خصيصا لتناسب ظروفهم. الجمعية أنشئت عام 1932 بمنطقة باب الخليل بالبلدة القديمة، ويصنع بها حوالي 35 نوعا مختلفا من الفرش والمكانس المصنوعة من الخشب وشعر الخيل وقشر جوز الهند. للوهلة الأولى يظن الناظر أن العاملين في هذا المكان رجال أصحاء يصنعون المكانس والفرش يدويا، لكن معرض ومشغل جمعية المكفوفين العربية في القدس لا يعمل به إلا فاقد البصر ويستخدمون أدوات مجهزة خصيصا لاستعمال النجار الضرير. والله أنا بشعر بكل فخر واعتزاز بمارس حياتي كوني كأي إنسان عادي في المجتمع، بروح وبيجي على شغلي وعلى نتدرب في الجمعية هون، وأحسن إنه يعني من كل شيء بنشوف بعضنا هان ونطلع ندمج حالنا في المجتمع زينا زي الناس الآخرين. بمنطقة باب الخليل في البلدة القديمة بالقدس أنشأت الجمعية مشغلها عام 1932، ثم نقلته في عام 1952 إلى مقر آخر في شارع طريق الألام أيضا بالبلدة القديمة. طبعا مش لك فراش هذول للبلديات، فراش لتكنس الشوارع هذول. طبعا في كمان احنا بنساوي فراش طراشة، كمان بنساوي فراش تلميع أحذية، يعني عدة أنواع الفراش احنا بنستخدمها. ويصنع العاملون هنا 35 نوعا مختلفا من الفرش والمكانس من الخشب وشعر الخيل وقشر جوز الهند. وتعمل جمعية المكفوفين العربية في القدس منذ بداية تأسيسها على تأهيل أصحاب الإعاقة البصرية مهنيا واجتماعيا، كما تعمل على مساعدتهم على العمل والاندماج في المجتمع. ختاما لنشرتنا إليكم تذكيرا بأهم العناوين: أكثر من 40 قتيلا وعشرات الجرحى في 3 تفجيرات شرق ليبيا، وداعش يعلن مسؤوليته عن التفجيرات. بدء رحلة إعادة المصريين الراغبين في العودة من ليبيا عن طريق مطار جربة التونسي، وعودة نحو 2000 مصري من منفذ السلوم. الأمم المتحدة تعلن عزمها نشر أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، وتطالب بإحالتهم للجنائية الدولية. ختام العناوين، نصل لختام البانوراما. إلى اللقاء.